السلام عليكم. هذا الـ ECG نحاول نحلله بالطريقة المعتادة اللي تكلمنا عنها في البداية. أول سؤال: Is it regular or no؟ نبدأ بأول نبضتين اللي هما شكلهم نارو كيوارس. تلاحظوا يعني نظرة سريعة على الـ ECG نشوف إنه في نارو كيوارس بعدين وايد بعدين نارو بعدين وايد. احنا نجاوب على السؤال الاول Is it regular؟ طبعا هذه هي المسافة بين الكيارس والكيارس. المسافة اللي بعدها مباشرة نشوف انه يزيد عن 3 مربعات فهذا It is not regular. فاول سؤال نجاوب عليه Is it regular؟ No. طيب ايش سبب الirregularity؟ نلاحظ انه بين الوايد والوايد بين النارو والنارو كيارس هذه هي المسافة. المسافة هي نفسها. طيب هذا الوايد كيوارس قبله بي ويف في كل واحد منهم، إذن هذولا مصدرهم واحد. عندي مشكلة اللي هي سببت الإيرريجولاريتي اللي هي شيء نبضة بي وايد كيوارس ونبضة ثانية بوايد كيوارس، هذولا اثنين مسببين لي المشكلة هذه. إذن لما أقيس الهارت ريت، الهارت ريت اللي هي عدد النبضات في الدقيقة، if the ECG is irregular ناخذ المتوسط السرعات. بس في حالة مثل هذه أنا عارف أن القلب أساسا ينبض بانتظام، فقط في بعض الأوقات في بعض اللحظات تظهر نبضة من الفنتركل تسبب عدم الانتظام، لكن هل يأثر على الهارت ريت؟ المفترض أن ما يأثر على الهارت ريت، لأن لو لغينا النبضتين هذولا يصير الـ ECG regular وما في مشاكل أبدا. إذا في هذه الحالة إحنا ما نقيس المتوسط، نقيس الهارت ريت للنبضات اللي جاءت الأصلية اللي جاءت من الساينس نود. إذا السورس اللي عندي مثل ما هو ما مبين إنه بي ويف قبل كل كيو آر إس، بي ويف قبل كل كيو آر إس، إذا وهو بوزيتيف طبعا. فإذا السورس اللي عندي ساينس، في عندي نبضتين شكلهم وايد كيوارس، وايد كيوارس مباشرة فينتركولار. الهارت ريت في هذه الحالة هذول تقريبا 10 20 تقريبا 26 معناها 58. طيب هل فينتركول فيه هارت ريت؟ ما في هارت ريت لأن هي نبضة واحدة وهنا نبضة واحدة، إذن ما في هارت ريت. التحليل هو سينس بريدي with في عندنا نبضتين للفنتركل، هل هم اسكيب ام بريماتيور؟ نلاحظ انهم قبل الوقت فاذا هم بريماتيور with two premature ventricular complexes with two BVCs. في بعض الكتب يعني اذا تحب تكون اكيوريت إذا هم نفس الشكل، فإذا هم من نفس الخلية اللي في الفنتركل، إذا مختلفين معناها من خليتين مختلفتين داخل الفنتركل. إحنا نعرف الفنتركل عبارة عن عضلات، ممكن أي عضلة تتمرد وتنبض بنفسها، فإذا النبضتين متشابهتين معناها نفس العضلة هي سبب المشكلة. فبعضهم يكتبوا with two unifocal، uni معناها واحد، focal اللي هي الفوكس معناها العضلة واحدة فقط. فإذا هذا التحليل النهائي sinus bradycardia with two unifocal PVCs. مع السلامة.